الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحاول اليوم أن نشرح درس يتعلق بالمجاز المرسل كما هو واضح في الشاشة. وكما هي عادتي دائما، أحب أن أبدأ بالقواعد ثم نرجع إلى الأمثلة. قال في القاعدة رقم 22: المجاز المرسل كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابه مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. من علاقات المجاز المرسل السببية والمسببية والجزئية والكلية واعتبار ما كان واعتبار ما يكون والمحلية والحلية. التعريف هذا هو طبعا واضح والحمد لله، لكن أحببت أن أقف معه، يعني أنبه على نقاط. أولا، قوله المجاز المرسل هو كلمة، وهذه نقطة مهمة. المجاز المرسل يكون في كلمة، يعني الكلمة هي التي استعملت، لأنه سيأتي معنا في درس لاحق أن المجاز أحيانا يكون في الإسناد، لكن هنا ماذا قال؟ هو كلمة، يعني الآن المجاز وقع في كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة. مرة مع في الكتاب من قبل مجاز آخر تكون فيه العلاقة هي المشابهة. فالذي ينبغي ملاحظته في هذا التعريف أن المجاز المرسل أولا يكون في كلمة وليس في إسناد، في كلمة استعملت في غير معناها الأصلي. والأمر الثاني الذي يعني يحسن بنا الوقوف عنده هو قوله لعلاقة غير المشابهة، لأنه لو كانت المشابهة لكان شيء آخر. نرجع إلى الأمثلة حتى تتضح القاعدة أكثر. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو رحمهم الله جميعا، المجاز المرسل، قال المتنبي: له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. كلمة أيادي، الآن نحن قلنا أن المجاز يستعمل في كلمة. لاحظوا كلمة أياد، اليد جمع يد، فطبعا هو لا يقصد اليد الجارحة، لكن يقصد نعم. المتنبي يقصد النعم، فهذه الكلمة استعملت في غير معناها الأصلي. والقرينة واضحة من السياق. وكذلك الآن ما هي العلاقة بين الأيادي والنعم؟ قالوا لأن الأيادي هي سبب النعمة، يعني أن الإنسان ينعم بيده، يعني يسدي معروفه وينعم الآخرين باستعمال يده، فيده هي المسببة. وقال تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا. لاحظوا كلمة رزقا، هذه كذلك قالوا كلمة، هي كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة. ما هي العلاقة؟ طبعا هنا المقصود، هنا المقصود المطر. فما علاقة المطر مع الرزق؟ قالوا لأن الرزق هو مسبب المطر، فإذا تكون العلاقة ماذا؟ المسببية. وكذلك في قوله: كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون. فالعيون، هل أرسل هو العيون أم أرسل أناسا يعني يراقبون العدو؟
فلاحظوا كلمة العيون استعملت في غير معناها الأصلي. والعلاقة، ما هي العلاقة بين العين والجسم وجسم الإنسان والرجل كله؟ العلاقة قالوا الجزئية، لأن العين هي جزء الإنسان. وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. الأصبع معروف، لكن هنا قال أصابع في آذانهم، ومعروف أن الأصبع والأصابع لا تدخل كلها، بل تدخل، الذي يدخل الأذن هو الأنملة فقط. فقالوا هنا باعتبار الكلية، العلاقة بين الأصبع والأنملة الكلية، هذه العلاقة. وفي قوله تعالى: وقال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، معروف أنه عند إيتاء الأيتام يكونوا بالغين، فقد خرجوا عن هذا الوصف، فيكون لفظ الأيتام استعمل في غير معناه الأصلي، اليتيم هو ما كان صغيرا. طيب، ما علاقة اليتيم بهذا الرجل الذي يؤتى المال؟ قالوا باعتبار ما كان. وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. كذلك معروف أن المولود يولد على الفطرة، فلا يوصف بأنه فاجر كفار، فاجرا وكفارا، لكن المقصود هنا باعتبار ما سيكون، العلاقة بين المولود الذي يكون على الفطرة وهذا الفاجر الكافر، يعني باعتبار ما سيكون. وكذلك في قوله تعالى: فليدع ناديه، سندع الزبانية. قال فليدع ناديه، النادي هو محل، المقصود هو الأناس الذين يجلسون في ذلك النادي، فعبر عن النادي واستعمله في غير معناه الأصلي. ما هي العلاقة بين النادي وبين الناس الذين؟ قالوا المحلية. وكذلك: إن الأبرار لفي نعيم، النعيم باعتبار ما يكون في الجنة. كذلك قالوا العلاقة هي الحالية. ونحاول أن نقرأ بسرعة كلام الشارح، وهذا باختصار. قال: عرفت أن الاستعارة من المجاز اللغوي، وأنها كلمة استعملت في غير معناها لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصلي والمجازي. هدف الاستعارة كانت العلاقة ماذا؟ المشابهة. لكن هنا ماذا قال؟ العلاقة غير المشابهة. ونحن نطلبك إليك أن هنا أن تتأمل الأمثلة السابقة، وأن تبحث فيما إذا كانت مشتملة على مجاز. انظر إلى كلمة أيادي، قول المتنبي: أتظن أنه أراد بالأيدي الحقيقية؟ لا، إنما يريد بها النعم. فكلمة أيادي هنا مجاز، ولكن هل ترى بين الأيدي والنعم مشابهة؟ لا. فما العلاقة إذن، بعد أن عرفت فيما سبق من الدروس أن لكل مجاز علاقة، وأن العرب لا يرسل كلمة في غير معنى إلا بعد وجود صلة وعلاقة بين المعنيين، تأمل تجد أن اليد الحقيقية هي التي تمنح النعم، فهي سبب فيها، فالعلاقة إذن السببية، وهذا كثير شائع في لغة العرب. ثم انظر إلى قوله تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا. الرزق لا ينزل من السماء، ولكن الذي ينزل مطر ينشئ أو ينشأ عنه النبات الذي منه طعامنا ورزقنا، فالرزق مسبب عن المطر، فهو مجاز علاقته المسببية. أما كلمة العيون في البيت فالمراد بها الجواسيس، ومن الهين أن تفهم أن استعمالها في ذلك مجازي، والعلاقة أن العين جزء من الجاسوس ولها شأن كبير فيه، فأطلق الجزء وأريد بالكل، فلذلك يقال إن العلاقة هنا الجزئية. وإذا نظرت في قوله تعالى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، رأيت أن الإنسان لا يستطيع أن يضع أصبعه كله في أذنه، وأن الأصابع في الآية الكريمة أطلقت وأريد أطرافها، فهي مجاز علاقته الكلية. ثم تأمل: وآتوا اليتامى أموالهم، تجد أن اليتيم في اللغة هو الصغير الذي مات أبوه، فهل تظن أن الله سبحانه يأمر بإعطاء اليتامى الصغار أموالهم، أموال آبائهم؟ هذا غير معقول، بل الواقع أن الله يأمر بإعطاء الأموال من وصلوا سن الرشد بعد أن كانوا يتامى. فكلمة اليتامى هنا مجاز، لأنها استعملت في الراشدين، والعلاقة اعتبار ما كان، والعلاقة اعتبار ما كان. ثم انظر إلى قوله تعالى: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. تجد أن فاجرا كفارا مجازا، لأن المولود حين يولد لا يكون فاجرا ولا كفارا.
ولكن قد يكون كذلك بعد الطفولة، فأطلق المولود الفاجر وأريد به الرجل الفاجر والعلاقة اعتبار ما يكون. وأما قوله تعالى فليدعو ناديه، والأمر هنا للسخرية والاستخفاف، فإننا نعرف أن معنى النادي مكان اجتماع، ولكن المقصود في هذه الآية الكريمة من في هذا المكان من عشيرته ونصرائه، ومجوز أطلق به المحل وأريد به الحال، فالعلاقة المحلية. وعلى ضد من ذلك قوله تعالى إن الأبرار في نعيم، والنعيم لا يحل فيه الإنسان لأنه من معنى من المعاني، النعيم معنى من المعاني، وإنما يحل في مكانه، فاستعمل النعيم في مكانه مجاز أطلق فيه الحال وأريد به المحل، فالعلاقة الحالية الأول قلنا المحلية والثاني الحالية، أرجو أن لا أكون أخطأت في البداية. المهم، وإذا ثبت كما رأيت أن كل مجاز من مساق كانت له علاقة غير مشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، فاعلم أن هذا النوع من المجاز اللغوي يسمى المجاز المرسل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.